السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف التاسع؟ اليوم سنتعرف إلى الدرس الأول من هذه الوحدة وعنوانه الجرح والنزف البسيط. يتعرض الإنسان في حياته اليومية أحياناً إلى حوادث مختلفة ينتج عنها إصابات بسيطة أو بليغة كالجرح والنزف الذي يحدث عن سوء استعمال الأدوات الحادة والآلات الصناعية، وكذلك حدوث حوادث على الطرق وإصابات العمل وغيرها. لذلك يجب تقديم الإسعافات الأولية لهذه الإصابات للحفاظ على سلامة الأشخاص والتقليل من حدوث مضاعفات. إذا تعرض الإنسان إلى الجروح بطرق مختلفة وحوادث مختلفة، منها إصابات بسيطة أو بليغة، منها الجرح أو النزف. جرح بسيط أو النزف، النزف اللي هو فقدان الدم للشخص لكمية كبيرة من الدم، ينتج من سوء استعمال الأدوات الحادة أو آلات صناعية، إصابات عمل يعني، وكذلك حوادث في الطرق وإصابات العمل وغيرها. علينا تقديم الإسعافات الأولية لتلك الأشخاص المصابين للحفاظ على سلامتهم والتقليل من حدوث مضاعفات لديهم. وأولا ننتقل إلى الجرح. مفهوم الجرح، ولدينا أنواع الجروح. مفهوم الجرح هو قطع في الجلد أو تشقق في الأغشية الدموية أو تمزق في العضلات نتيجة تعرض المصاب لمؤثر خارجي، وتقدر خطورة الجرح بناء على مساحته وعمقه وموقعه في الجسم ودرجة تلوثه وأيضا عمر المصاب. إذن الجرح عبارة عن قطع في الجلد وتشقق في الأوعية الدموية وتمزق في العضلات نتيجة لتعرض هذا الشخص لمؤثر خارجي، وتقدر خطورة بناء على مساحة الجرح وعمقه وموقعه ودرجة تلوثه وأيضا عمر المصاب. أنواع الجروح نوعين، الجرح المغلق والجرح المفتوح. الجرح المغلق كما في الشكل 1-1، لا يوجد فيه قطع خارجي في الجلد ولا ينزف، تكون على شكل رطوض أو كدمات لونها أزرق أو نهدي. النقطة الثانية، الجرح المفتوح. الجرح المفتوح يكون فيه قطع خارجي للجلد أو الأنسجة أو الأوعية الدموية، يصاحبه نزيف في الدم مثل الجرح الناتج عن آلات حادة. وفي الشكل 1-2 جرح مفتوح، يكون الشخص قد فقد كمية من الدم بسيطة أو كبيرة. ننتقل إلى الصفحة التالية، أسباب الجرح. أسباب الجرح سوف نقوم أولا بقراءة النشاط وحله. أسباب الجرح كثيرة وتختلف درجاتها باختلاف شدة احتكاك الجلد مع السطوح الصلبة. أكتب 4 أسباب للجرح يمكن حدوثها ثم ناقشها مع زملائك بإشراف المعلم. سوف أقوم بذكرها وإرسال الإجابات لكم بعد مشاهدة هذه الحصة. 1، إصابات الملاعب. النقطة الثانية، حوادث السير. النقطة الثالثة، إصابات الحروب. النقطة الرابعة، إصابات العمل. إذن 4 أسباب للجروح، إصابات الملاعب، إصابات الحوادث السير، إصابات الحروب، وإصابات العمل. والآن ننتقل إلى علامات وأعراض الجرح. يصاحب الجرح علامات وأعراض، أهمها الشعور بالألم في الجزء المصاب وما حوله. النقطة الثانية، نزف الدم في مكان الجرح. جيم، تهيج واحمرار في منطقة الإصابة. دال، حدوث حكة حول منطقة الإصابة. النقطة الأخيرة، التورم في منطقة الإصابة وتختلف درجاته مع اختلاف شدة الإصابة. والآن ننتقل إلى التمرين 1-1، إسعاف شخص مصاب بجرح خارجي بسيط. ننتقل إلى المعلومة النظرية، الجرح هو قطع سطحي أو عميق في الجلد. الجرح بيكون يا إما سطحي أو عميق في الجلد. يكون الجرح خطير إذا أصاب وعاء دموي أو عضلة متحركة، يكون أكثر خطورة. فالدراية في إسعاف الجرح، الشخص المدرب والمؤهل لإسعاف الشخص المجروح من شأنه أن يحد من مضاعفات الناتجة من هذا الجرح ويعمل على تأمين حياة المصاب، لأنه شخص مدرب ومؤهل على كيفية إسعاف الجروح. والآن ننتقل إلى النشاط، صفحة 10. النقطة الأولى، مراعاة الصحة والسلامة العامة بتغسيل اليدين ماء وصابون ولبس القفازات.
النقطة الثانية جهز الأدوات والمواد اللازمة للعمل. النقطة الثالثة نظف الجرح والمنطقة المحيطة به بقطعة قماش مبللة بالماء من الداخل إلى الخارج، ولا تفرك الجرح، إذا عدم فرك الجرح، واستخدام الملقط الطبي لسحب الشظايا والأجسام الحادة من الجرح إذا كانت سطحية. إذا كانت سطحية نستخدم الملقط الطبي لسحب هذه الشظايا والأجسام، أما إذا كانت عميقة فلا نحاول سحبها لتفادي حدوث تلف في الأوعية الدموية والشعيرات الدموية. إذا النقطة الثالثة من النشاط مهمة. النقطة الرابعة غسل الجرح بالماء الجاري وثم تجفيفه. النقطة الخامسة تطهير المنطقة المصابة بالجرح بالمادة المطهرة دون مساس الجرح مباشرة. إذا نطهر المنطقة المصابة بالجرح دون أن نمس الجرح مباشرة. النقطة السادسة إذا كان هناك نزف في مكان الإصابة نضغط على مكان النزف لإيقافه، طبعا ضغط يعني يكون متوسط وليس ضغط شديد. ننتقل إلى الشكل 1-5. إذا تعذر الضغط على الجرح مباشرة لوجود شظايا أو جسم حاد داخل هذا الجرح، علينا أن نضغط على الوعاء الدموي الذي يغذي تلك المنطقة. طبعا الشخص المسعف يكون على دراية بأماكن الأوعية الدموية التي تغذي منطقة الجرح. النقطة السابعة غطي الجرح بضمادة أو قطعة قماش ثم اربطها برباط على أن يكون ضغط ألا يكون ضغط يعني ما يكون شادد كثير، مراعيا الدقة في العمل. النقطة الثامنة انقل المصاب إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي إذا استدعى الأمر. 9 ننظف الأدوات اللي استخدمناها ونعيدها إلى مكانها. النقطة الأخيرة نزع القفازات وغسل اليدين بالماء والصابون. والآن ننتقل إلى فكر في نهاية الصفحة. لماذا لا ينصح بوضع مادة معقمة مثل اليود والكحول الطبي على الجرح مباشرة؟ لأن ذلك يؤدي إلى تلف وتألف في الأنسجة وتأخر التئام الجرح. لأن ذلك يؤدي إلى تلف في الأنسجة وتأخر التئام الجروح، ويمكن أيضا أن يسبب تحسس في الجلد. ننتقل إلى الصفحة 12 ونتعرف إلى النزف البسيط. النزف مفهوم النزف، ولدينا أنواع النزف الدموي. تكتمل الدورة الدموية في جسم الإنسان من خلال جريان الدم. يجري الدم في جسم الإنسان عبر الأوعية عبر الأوردة الدموية والشرايين والشعيرات الدموية. إذا الدورة الدموية تجري في جسم الإنسان من خلال الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية. فإذا تعرض الإنسان لحادث ما أدى إلى إحداث جروح ونزف في مكان في نزف في الدم في مكان، يستدعي التدخل السريع لمعالجة هذا النزف وإيقافه طبعا لإنقاذ حياة الشخص المصاب. 1 نتعرف مفهوم النزف. هو خروج أو تدفق الدم من خلال الأوردة أو الشرايين أو الشعيرات الدموية. إذا خروج أو تدفق في الدم من خلال الأوردة أو الشعيرات أو الشرايين. لدينا في الشكل 1-7 جريان الدم أو تدفقه من الشعيرات والشريان والأوردة. ننتقل إلى 2 أنواع النزف. نزف طبعا يقسم أنواع النزف إلى 3 أنواع: نزف في الشعيرات الدموية، نزف في الأوردة الدموية، ونزف في الشرايين. نزف الشعيرات الدموية، في هذا النوع ينزف الدم عبر الأوعية الشعيرية ببطء ويكون على شكل بقع دم غير غزيرة. إذن يكون نزف بشكل بطيء ويكون على شكل بقع دم غير غزيرة. ب نزف الأوردة الدموية، ينزف الدم في هذا النوع عبر الأوردة ويكون لون الدم داكن لا يتدفق بشدة ولا يصاحب النبض تدفقه، ويكون على شكل تدفق ثابت. إذا يكون الدم لونه داكن ويكون تدفق ثابت وليس على شكل تدفقات نبضية. النوع الثالث نزف الشرايين، ينزف الدم في هذا النوع على شكل دفعات متقطعة. إذا نزف الشرايين يكون على شكل دفعات متقطعة ويكون لونه أحمر قاني. ننتقل إلى المعلومة. يعد النزف الشرياني الأكثر خطورة من أنواع النزف، يليه نزف الأوردة
أما الأقل خطورة هو نزف الشعيرات الدموية. إذا الأكثر خطورة هو النزف الشرياني، الأقل خطورة أو الدرجة الثانية يكون النزف الأوردة، والنوع الثالث وهو الأقل خطورة من بين أنواع النزف اللي هو نزف الشعيرات الدموية. والآن ننتقل إلى أسباب النزف في الصفحة التالية، الصفحة 13. أسباب النزف، هناك عدة أسباب للنزف، منها أسباب مرضية كالنقص في أحد عوامل تجلط الدم، وتجلط الدم أمر مهم لإيقاف النزيف. ب الجرح بأنواعه السطحي والعميق. ج النزف أحيانا في أثناء أو بعد العمليات الجراحية، لأن العمليات الجراحية تحدث جروح طبعا عميقة. د مضاعفات الحمل والولادة ممكن أن تحدث نزيف. ها وهي النقطة الأخيرة من أسباب النزف، الحوادث التي يتعرض لها الإنسان مثل حوادث السير والسقوط في أثناء اللعب أيضا ممكن أن تسبب نزيف. معلومة من العوامل التي تسبب في تجلط الدم لوقف النزف، الصفائح الدموية، لأن الصفائح تقوم بعمل خثرة، أي الخثرة اللي هي طبقة جافة تسد الجرح فيتوقف النزف. وأيضا من أمر مهم أن يكون لدى كل يعني في شخص منا عند الجرح أن يقوم دمه بعمل تخثر حتى يحدث طبقة جافة تسد مكان الجرح وتمنع النزيف وفقدان الشخص للدم بنسبة كبيرة. النقطة الرابعة، علامات وأعراض النزف البسيط. علامات وأعراض النزف البسيط: 1 الشعور بالألم، 2 نزف الدم أو تدفقه من خلال الشعيرات الدموية أو الشرايين الدموية أو الأوردة الدموية. جيم احمرار في منطقة الإصابة. دال الصداع، طبعا الصداع ناتج عن فقدان كمية كبيرة من الدم. ها وهي النقطة الأخيرة، التورم وتختلف درجته من مع اختلاف شدة الإصابة. ننتقل إلى التمرين، إسعاف شخص مصاب بالنزف، نزف بسيط طبعا. المعلومة النظرية، يعد النزف من الحالات التي تصيب الشخص في أثناء تعرضه لحادث ما أو سقوط، فيجب إجراء الإسعاف الأولي فورا لوقف النزف والحد من الضرر والحد أيضا من حدوث مضاعفات التي قد تحدث حين توافر المساعدة الطبية. والآن ننتقل إلى النشاط. النقطة الأولى، مراعاة الصحة والسلامة كغسل اليدين والماء والصابون، ونقوم بذكرها ولبس القفازات ونقوم بذكرها في كل نشاط. النقطة الثانية، نجهز الأدوات والمواد اللازمة. النقطة الثالثة، قم بتهدئة المصاب قدر الإمكان. النقطة الرابعة، نساعد المصاب على الاستلقاء كما في الشكل مع رفع ساقيه يعني أعلى من جسمه، جعل ساقيه مرتفعات أكثر من جسمه. النقطة الخامسة، اكشف مكان الجرح بإزالة الملابس. النقطة السادسة، تغطية الجرح بقطعة قماش معقمة ونظيفة كما في الشكل 1-9. النقطة السابعة، نضغط مباشرة على مكان النزف لمدة 10 دقائق، إذا ما توقف النزف يعني نزيد مدة الضغط أيضا مساحة أكبر لمدة 10 دقائق دون شدها بقوة. النقطة الثامنة، ارفع الطرف المصاب فوق مستوى القلب إذا كان النزف في أحد الأطراف. إذا كان النزف في أحد الأطراف علينا رفع أحد هذه الأطراف عن مستوى القلب. لماذا؟ لتخفيض الضغط الدم مما يبطئ النزيف. إذا النقطة الثامنة أيضا مهمة من النشاط، قم بتغطية المصاب في حال كانت الصدمة لتدفئته. النقطة العاشرة، يعني اربط مكان النزف كما في الشكل 1-11، نقوم بربط مكان النزف وثم إذا احتاج المصاب نقله إلى مستشفى أو مركز صحي نقوم بنقله. نقطة 12، تنظيف الأدوات التي قمنا باستخدامها ونعيدها إلى المكان المخصص. والنقطة الأخيرة، غسل اليدين بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل. وأخيرا، أهمية التطعيم ضد الكزاز عند الإصابة بجروح بأدوات ملوثة. يصنف مرض الكزاز التيتانوس من الأمراض البكتيرية الخطيرة،
التي تؤدي إلى في الحالات المتقدمة للمرض إلى الوفاة. يعني ممكن إذا الشخص أصاب في نوع البكتيريا الخطيرة التيتانوس إلى حدوث وفاة. تؤدي طبعا البكتيريا المسببة للكزاز تكون موجودة في التربة والغبار وفي روث الحيوانات وغيرها. وعندما تكون الإصابة بأداة ملوثة بهذه البكتيريا كمسمار، ممكن أن تكون موجودة هذه البكتيريا أو تنتقل إلى جسم الشخص المصاب موجودة، ممكن تكون في مسمار، وجب علينا أخذ المطعوم. إذن يجب على هذا الشخص أخذ المطعوم أو أن يكون أخذه مسبقا. طبعا يستطيع الإنسان وقاية نفسه من عدوى الكزاز عن طريق معالجة الجروح وتعقيمها طبعا فور حدوث الجروح. النقطة الثانية أخذ مطعوم الكزاز. طبعا الإنسان أو الأشخاص البالغين يحتاج إلى أخذ المطعوم حقن مداهمة كل 10 سنوات. والآن ننتقل إلى أسئلة الدرس، وأسئلة الدرس مطلوبة منكم واجب بعد مشاهدة الحصة وإرسالها لي. ويعطيكم ألف عافية.